معلومات اكثر عن اكيد هالمهرجان، وبنحكي اكثر بصرنا نرحب بمديرة البيئة وديعة جحا. صباح الخير ست صباح وديعة، النور، اهلا وسهلا فيكي. يسعد اهلا بكم. صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح النور. يعني عم نشوف التقرير عن اليوم الوطني للبيئة بسوريا، خلينا نحكي عن أهمية هاليوم بالنسبة لكم، شو عملتوا فيه فعاليات؟ طبعا هذا اليوم هو اليوم البيئة الوطني اللي بيصادف 1/11 من كل عام. وزارة الإدارة المحلية والبيئة اختارت شعار الاحتفال لهذا العام بيئة تنمية إعمار لوطن الياسمين والغار. بتعرفوا أهمية الياسمين بالنسبة لمدينة دمشق وريحتها العبقة اللي بتفوح بكل شوارع مدينة دمشق، والغار اللي هو إكليل اللي بينحط على رؤوس الأبطال الشهداء ضمن تكريماتهم اللي بنقوم فيها كشهداء قدموهم لتراب هذا الوطن. فمن هون تنبع أهمية هذا الشعار اللي احنا بغمرة الانتصارات جيشنا المغوار الأبطال اللي فدوا بدمهم تراب أرض هذا الوطن. من هون انبثق شعار الاحتفال لوطن الياسمين والغار. نحن كوزارة إدارة محلية وبيئة بالتعاون طبعا مع محافظة دمشق من خلال كل المديريات الخدمية اللي عاملة في المحافظة، من مديرية البيئة ومديرية السياحة والنظافة والحدائق والصيانة ودمشق القديمة ومشروع بكرة إلنا، وبالتعاون مع فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وبتركية الروم الكاثوليك، وايضا المنظمات والاتحادات والنقابات المهنيه والجمعيات الاهليه البيئيه والفرق التطوعيه، قمنا بالاعداد والتحضير لهذا المهرجان اللي كان خلال يومين الاحد والاثنين 5 و6/11، تضمن عده انشطه وعده فعاليات. الهدف منه هو رفع الاصوات عاليا لكل فئات المجتمع لحمايه البيئه وتقديم وتعزيز وتعميق مستوى الوعي لدى كافه شرائح المجتمع بالنسبه للامور البيئيه، وشحذ الهمم لحتى العالم كله تشارك من خلال حملات النظافه اللي قمنا فيها او حملات التشجير اللي رافقت المهرجان والكرنفال اللي تضمن. باليوم الاول انطلقنا من ساحه باب توما، كان مهرجان فعلا بكل معنى الكلمه، شاركوا كل الجهات المعنيين، الفرق الكشاف، كان في عندنا كشاف سوريا وكشاف بتركيه الروم الكاثوليك وفرع دمشق لاتحاد شبيبه الثوره، اضافه للسيارات كانت مزينه بمجموعه لافتات وبمجموعه مجسمات تعبر عن افكار بيئيه. الهدف منه هو طبعا توعيه الاخوه المواطنين حول ترشيد استهلاك المياه، ترشيد استهلاك الطاقه، الاهتمام بالطاقات النظيفه اللي هي بتخفف من تلوث الهواء، وامور كثير متشعبه، واهميه الاشجار والغابات، وكلها يتم تسليط الضوء عليها من خلال المهرجان اللي رافق كمان المهرجان عراضه شعبيه. من خلال العراضه الشعبيه حبينا نفكر افكار بيئيه، نوصل افكار بيئيه ايضا للاخوه المشاركين، وايضا كان في فرقه مولويه وكان في دراجات هوائيه، عروضات فنيه قدموا لنا اياها مشروع بكره قلنا كثير مشكورين. الهدف منه انه نحن نشجع ركوب الدراجات الهوائيه بدلا من المواصلات اللي هي بتؤدي الى تلوث الهواء، فهي صديقه للبيئه. نشجع الاخوه المواطنين اللي عندهم مكان عملهم قريب، مثلا ما بيحتاجوا للمواصلات العاديه، ممكن يستخدموا الدراجات الهوائيه للتخفيف من تلوث الهواء. ايضا الكرنفال ترافق ايضا بلوحات للعلم السوري قدموا لنا اياها رفاقنا الشبيبيين، وكان في حشود كثير كبيره من مختلف الوزارات وكل المنظمات والاتحادات والنقابات المهنيه. وصلنا من خلال الكرنفال من ساحه باب توما للشارع البيئي اللي احنا محسين فيه مركز للتوعيه البيئيه، وهو كان انطلاقنا للمهرجان من خلال هالمركز هذا اللي احدثناه بتوجيهات السيد محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان. استقطبنا كل مدارس مدينه دمشق القديمه وكانوا فعلا مشاركين معنا بفرح كثير كبير وبجهود كثير، تفاعل يعني ما بتتخيلي قديش كان التفاعل ومستوى المحبه والموده اللي كانت ما بين الجهات المنظمة للمهرجان وما بين المدارس اللي موجودة بدمشق القديمة. قدموا لنا معارض كثير متميزة من إعادة تدوير المخلفات، معارض زراعية أيضا بأسلوب كثير فني وراقي، قدموا لنا فقرات فنية. الحقيقة بدي أتشكر أنا كل المدارس اللي كانوا معنا بهالمناسبة هي، وبخص بالشكر جميل مدرسة جميل الشطي والسكينية والرعاية والرسالة والفجر والمحبة الخاصة والمحبة الرسمية، غزالة الحرورية وجميلة الأنصارية، و يعني ما بدي انسى حدا منهم، زينب فواز، الياس فرحات، الادس، الياس اسي،
يعني كان في معنا تقريبا 18 مدرسه نعم. وكلهم اكيد كانوا بدنا نوجه لهم قدموا تحيه معارض كثير كثير حلوه كبيره. وبنخص الشكر كمان مشروع بكره لنا اللي قدموا لنا احتفال فني باليوم الاول كان كثير مميز وكثير نعم. على مستوى كثير راقي. وايضا نادي البيئيين الصغار اللي تابع لمديريه البيئه في محافظه دمشق بدي اتشكر المشرفات اللي قاموا بالتحضير لهالمعرض ازياء. كان في عرض ازياء من مواد الطبيعه يعني اشتغلوا على مدار 3 اشهر حضروا هالثياب لاطفال النادي. كان في عندنا تقريبا 36 طفل وطفله مشاركين بعرض الازياء وكله من مواد معاد تدويرها سواء البلاستيك او المعادن او الاقمشه او المواد الاخرى اللي بنستخدمها من النفايات وصنعوا فيها فساتين وبدلات للصبيان ويعني كان في صبيان وفي بنات مشاركين معنا. وبعدين صمموا فستان للعروس فعلا ابيض كان كثير من الورق المعاد تدويره كان فستان كثير حلو يعني يمكن اكيد انتم صورتوا وكان صح. في كثافه اعلام يعني انا بتشكر الاعلام كله لانه كان فعلا في تغطيه اعلاميه كثير كبيره لهالمهرجان ولحتى يوصل لكل الفئات المجتمعيه اللي ما كانوا معنا على ارض الواقع كانوا ببيوتهم وراقبونا بالاحتفال الكبير. الحقيقه كان في معارض كثير كبيره من مديريه سياحه دمشق من نعم. اتحاد الحرفيين فرع دمشق من منظمه طلائع البعث كان في تشاركيه يعني تشاركيه كل الجهات يعني كان وزاره الكهرباء وزاره الزراعه المرأة الريفيه في عندنا كمان جمعيه المحبه بدي اوجه لهم كثير شكر خاص أكيد. لانه جمعيه المحبه لذوي الاحتياجات الخاصه اطفالهم شاركوا معنا بعرض الازياء كمان وكان في تفاعل كثير كبير ما بين الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه وما بين اطفالنا وكان عرض متكامل مع بعضهم من خلال عرض نعم. الازياء اللي قدموه وايضا المعارض اللي قدموها والفقرات الفنيه ايضا خويه المحبه أخوية الأمل كمان لذوي الاحتياجات الخاصة كمان كانوا مشاركين معنا أكيد. وواكبونا بفقرات فنية وبمعارض نعم أكيد وهيدا مجهود يمكن هاليومين مجهود سنة كاملة وأكيد نوجه تحية لكل الجهات المشاركة ولكل شخص يمكن تعب من أجل هيدا المهرجان يلي هو لقى صدى كتير كبير على أرض أكيد. الواقع يلي هو نحن أكيد بحاجة له. ست وديعة نحن كتير بدنا نتشكرك وبدنا نتشكر الفريق الكامل من تنظيم ومن متابعة يمكن لإصدار بواحد 11 يوم البيئة يكون يمكن مهرجان بهيدي أكيد شكرا كثير لك شكرا جزيلا شكرا شكرا لوجودك معنا وإن شاء الله موفقين أيضا بكل النشاطات القادمة والتوعوية اللي حتقوموا فيها شكرا لوجودك شكرا معنا. بس أنا بدي بس وجه بطاقة شكر وتقدير لكوادر المديرية بيئة دمشق لانه هن فعلا بكوادر قليله قدرنا نحن نقوم بتنظيم هالمهرجان على مستوى كثير عالي وان شاء الله بالسنوات القادمه بيكون في له استمراريه والف تحيه لكل مين شارك معنا وواكبنا بهالحدث شكرا لك شكرا كثير لك لهون